السلام عليكم. اليوم نقدم لكم واحدة إنتاجية جديدة في ميدان صناعة الأدوية والوسائل نتاع التمريض، والواقعة بمنطقة صناعية بوادي السمار. وهذه الوحدة تعتبر أول وحدة إنتاجية من هذا النوع في الجزائر، من بين القلائل المتواجدة في إفريقيا، وهي وحدة لصناعة الحقن، اسمه نابل لسيرانج، تستعمل حقن، وكذلك تصنع كذلك لكومبريس وكل ما هي الوسائل تاع المساندة لعملية التمريض وفي المستشفيات. وهذه الوحدة تنتج حوالي 200,000 سرنج يوميا و 500,000 وحدة تاع تضميد الكومبريس يوميا. وكذلك الشركة هذه تشغل حوالي 60 عامل. نترككم مع الصور، والسلام عليكم.